ما الجديد الذي طرح في مجلس الأمن طالما هذه المبادرة كما ذكرنا في البداية بأنها رفضت من قبل الشعب اليمني وتم نعيها من قبل المعارضة تحديدا أحزاب اللقاء المشترك فيما بعد؟ إذا ما الجديد الذي قدمه مجلس الأمن اليوم الذي لا زال يدور في فلك المبادرة وطالب على أساسها تنحي الرئيس صالح عن السلطة ونقل السلطة فورا إلى نائبه؟ يا أخي، نظام علي صالح حاول وضعنا كشباب ووضع الثورة اليمنية ووضع القوى السياسية في مواجهة للدول الإقليمية وللمجتمع الدولي، وموافقة الأحزاب على هذه المبادرة هي جاءت لسحب البساط من تحت الرئيس صالح لكي لا يوقع بين الثورة وبين الأقطار المجاورة لنا ولكي لا يجعلنا في مواجهة للمجتمع الدولي. فموافقتهم على المبادرة الخليجية هي إثبات للمجتمع الإقليمي والدولي أننا سنقبل بالمبادرة للتوقيع عليها، ولكنهم يعلمون علم اليقين أن الرئيس لن يوقع على المبادرة. كيف ترى أنت موقف المعارضة التي وافقت على قرار مجلس الأمن ووافقت على قرار على المبادرة الخليجية؟ هل ترى أنه موقف لا يعبر عن الشباب في ساحات التغيير؟ المعارضة يا أخي في موقف لا تحسد عليه، فهي لا تريد أن تضع نفسها في مواجهة المجتمع الدولي أو الجوار الإقليمي ولا تستطيع عمل ذلك، وفي نفس الوقت هي تعرف الرئيس جيدا وتعرف أنه يراوغ، إلا أن المعارضة تتحمل بعض المسؤولية في الأزمة الحاصلة في الثورة اليمنية، فقد فوتت الكثير من الفرص السابقة لحسم الموضوع. المعارضة إلى الآن لم تستطع تحديد مسار الثورة بشكل حقيقي مع كامل مكونات الثورة، فلا الثورة أصبحت سلمية وأقنعنا العالم بشكل كامل أنها سلمية، وقرار مجلس الأمن أثبت أن هناك أشياء عسكرية حصلت من المؤيدين للمعارضة، ولو أن الفارق كبير بينما إعاقة، وبالتالي لماذا تعتبرون بأن الاتفاق على المبادرة بالأمس ربما هو جزء من الالتفاف على هذه الثورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية دعني أرحب بضيوفك الكرام، وأخص بالذكر الشيخ حسام عراضي من دمشق وأخي سيف الوشلي وكذلك أخ فرفور. بالنسبة لما طرحته، أود في البداية أن أداخل أو أرد على ما ذكره بعض الإخوة الموجودين بخصوص اللقاء المشترك. نحن من شباب اللقاء المشترك، وأنا شخصيا عضو في الحزب الاشتراكي كما تعلمون، وهناك شريحة ضد توقيع الاتفاقية من داخل اللقاء المشترك، لكننا نستغرب من بعض الإخوة الانتقال من الانتقاد البناء إلى الاتهام وتخوين اللقاء المشترك وإلقاء التهم الباطلة عليه واسمه بأنه خان الشهداء. اللقاء المشترك مكون رئيسي من مكونات الثورة، اللقاء المشترك له شهداء في الثورة، اللقاء المشترك أعتقد على الأقل أدرى كيف يحترم شهداءه، فنأمل عدم المزايدة على أحد ونأمل عدم وضع اللقاء المشترك في هذا الوضع. ممكن النقد والانتقاد ومحاولة إظهار آراء بديلة، لكن لا يجب علينا أن نشق عصا ثورة بهذا الشكل وأن نعمل شرخا بين مكونات الثورة المختلفة عبر التخوين واتهام اللقاء المشترك بتهم باطلة بأنه هي مش بس تخوين. مشاركة المعارضة تحديدا اللقاء المشترك سيد الخيتي بالتوقيع على المبادرة بالأمس، وهذه المبادرة التي تؤمن الحصانة للرئيس اليمني على عبد الله صالح من الملاحقة القضائية والقانونية لارتكاب ما ارتكب خلال 9 أو 10 أشهر بحق الشعب اليمني، ماذا تفسر هذا الأمر؟ أخي العزيز، نحن نريد مخرجا بأقل تكلفة إنسانية، لا نريد مزايدات. لو كان علي عبد الله صالح فعلا سيخرج بعد 90 يوما فلا مانع من إعطائه حصانات من قبل القوى السياسية، وتظل هناك الأشخاص أو المؤسسات الأخرى التي تضررت من هذا النظام يمكنها التقدم بدعاوى سواء داخلية أو في المحاكم الخارجية، وهذه الضمانات لا تلزم. كان المأمول منه على المستوى الشعبي في اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف الشديد فقد وقعت أحزاب اللقاء المشترك في الفخ الذي نصبه لها علي عبد الله صالح، وكذلك نصبته لها السعودية بتوقيعهم على المبادرة في الرياض في الوقت الذي بدأ العالم يتفهم ثورتنا وبدأ العالم يحس المعاناة التي نحن فيها.
وهكذا تلقي أحزاب اللقاء المشترك بطوق النجاة لعلي عبد الله صالح ولنظامه في اللحظات الأخيرة. أحزاب اللقاء المشترك ليست مكون واحد، هناك عدة أحزاب داخل هذا اللقاء، إن جرت بعض هذه المكونات بحسن نية إلى التوقيع، بينما هناك مكونات أخرى وقعت مع علي عبد الله صالح بهدف تقاسم السلطة. وللأسف أنا أقول هذا الكلام، كان هدفها مجرد تقاسم السلطة مع النظام وإزاحة بعض مكونات الثورة الأخرى. تلك الأحزاب هرولت من الاستحقاق الداخلي عبر طيب. مطالبة شباب الثورة. من شباب الثورة من يعترف أو من يعتقد أن هذه المبادرة الخليجية وكل ما ترتب عليها هو التفاف حول الثورة ولم تحقق شيئا في الواقع، أنت كأحد شباب الثورة ونعلم أنك من الاشتراكي الحزب الاشتراكي، هل تشعر بنفس الشيء أم أنك تشعر كما يشعر الحزب الاشتراكي أن هذه خطوة إلى الأمام؟ المبادرة الخليجية لم تحقق كل مطالبنا، لكن يعني مع الأحزاب اضطرت للتوقيع عليها نتيجة للضغوط الإقليمية والدولية، وحتى لا يضعها النظام في مواجهة المجتمع المحيط بنا، ونحن نقدر ذلك للأحزاب، لكن هناك بعض الأطراف داخل سوريا. وهل سيشهد اليمن فترة انتقالية حقيقية؟ وما هو مصير الاحتجاجات الشعبية الرافضة لهذه الحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بالنسبة للحكومة لم تتضح الصورة إلى الآن، هي أدت اليوم اليمين فقط، وإن شاء الله من الغد ستبدأ بمباشرة عملها. نحن نؤمل خيرا، وإن كنا رافضين توقيع المبادرة الخليجية والضمانات التي أعطيت للرئيس، لكننا سنحاول الاستفادة قدر الإمكان من ما هو إيجابي في هذه المبادرة، ومنها تخلي الحزب الحاكم أو النظام عن نصف الوزارات للمعارضة، وكذلك الرئيس سيخرج في شهر 2 عن المعادلة بشكل كامل. فإذا تمت هذه الأمور فهذه هي خطوات إيجابية في سبيل تحقيق المطالب بشكل كامل. لكننا كشباب، سواء الشباب المستقلين أو الذين مثلنا في أحزاب مؤامرة ضد الثورة، هناك من يوهم الناس أن الإخوة الحوثيين يعتدون على هذا المعسكر، وأنا أقول لهم بكل بساطة يا إخواننا، هذا المعسكر تحت سيطرة الإخوة الحوثيين ويخضع للمناطق التي يسيطرون عليها منذ أكثر من 3 سنوات. لماذا لم تحصل بينهم وبين الإخوة السلفيين الموجودين أي اشتباكات؟ لماذا اليوم تتحرك هذه القضية ومن له مصلحة في تحريكها؟ هناك من دفع إخواننا السلفيين إلى الصعود على قمم الجبال ومحاولة استحداث مواقع عسكرية لهم حتى يتم استفزاز إخواننا الحوثيين لتحصل الاشتباكات الحاصلة اليوم، ومن ثم يسيرون قوافل لنجدة أبناء المعسكر وكأننا نغيث ناس في دولة أخرى. أين كان هؤلاء الذين يسيرون هذه القوافل من ما حصل لصعدة ولطول 6 حروب؟ أين هذه القوافل؟ أول جر اليمن إلى فتنة طائفية عبر افتعال أزمة في صعدة والجوف وغيرها من المناطق، وتهييج أبناء الطوائف أو المذاهب المختلفة في اليمن. وللأسف فإن المعارضة لا تعي هذه الإشكالية بالدقة أو لا تعطيها الحجم اللازم، وتنجر بعض وسائل إعلام المعارضة في نفس السياق الذي تحاول جرنا فيه بعض وسائل إعلام الخليج عبر اتهام الحوثيين بتهم باطلة لا أساس لها من الصحة، ويحاولون جر اليمن إلى أزمة أكبر. طيب. وهذا هو ما سينقذ علي عبد الله صالح من طيب. أزمته، عليهم التنبه لهذه الإشكالية.